بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله سنقرأ قصة يوسف عليه السلام من كتاب قصص النبيين للأطفال للشيخ العلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله. أحسن القصص، رؤيا عجيبة. كان يوسف ولدا صغيرا، وكان له 11 أخا، وكان يوسف غلاما جميلا، وكان يوسف غلاما ذكيا، وكان أبوه يعقوب يحبه أكثر من جميع إخوته. ذات ليلة رأى يوسف رؤيا عجيبة، رأى 11 كوكبا، ورأى الشمس والقمر كل يسجد له. تعجب يوسف الصغير كثيرا، وما فهم هذه الرؤيا، كيف تسجد الكواكب والشمس والقمر لرجل؟ ذهب يوسف الصغير إلى أبيه وحكى له هذه الرؤيا العجيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وكان أبوه يعقوب نبيا، فرح يعقوب بهذه الرؤيا كثيرا، وقال: بارك الله لك يا يوسف، فسيكون لك شأن. هذه الرؤيا بشارة بعلم ونبوة، وقد أنعم الله على جدك إسحاق، وقد أنعم الله على جدك إبراهيم، وإنه ينعم عليك وينعم على آل يعقوب. وكان يعقوب شيخا كبيرا، وكان يعرف طبائع الناس، وكان يعرف كيف يغلب الشيطان، وكيف يلعب الشيطان بالإنسان. فقال: يا ولدي، لا تخبر بهذه الرؤيا أحدا من إخوتك، فإنهم يحسدونك ويكونون لك عدوا. حسد الإخوة. وكان يوسف له أخ آخر من أمه اسمه بنيامين، وكان يعقوب يحبهما حبا شديدا، وكان لا يحب مثلهما أحدا. وكان الإخوة يحسدون يوسف وبنيامين ويغضبون، وكانوا يقولون: لماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين أكثر؟ ولماذا يحب أبونا يوسف وبنيامين وهما صغيران ضعيفان؟ لماذا لا يحبنا مثل يوسف وبنيامين؟ نحن شبان أقوياء، هذا أمر عجيب. وكان يوسف ولدا صغيرا، فحكى الرؤيا لإخوته، فغضب الإخوة جدا لما سمعوا الرؤيا، واشتد حسدهم. واجتمع الإخوة يوما وقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بعيدا، حينئذ يكون أبوكم لكم خالصا، ويكون حبه لكم خالصا. قال أحدهم: لا، بل ألقوه في بئر في طريق يأخذه بعض المسافرين. ووافق عليه جميع الإخوة. وفد إلى يعقوب. ولما اتفقوا على هذا الرأي جاءوا إلى يعقوب، وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا، وكان يعرف أن الإخوة يحسدونه ولا يحبونه. وكان يعقوب لا يرسل يوسف مع الإخوة، وكان يوسف يلعب مع أخيه ولا يذهب بعيدا.
وكان الإخوة يعرفون ذلك، ولكنهم عزموا على الشر. قالوا: يا أبانا، لماذا لا ترسل معنا يوسف؟ ماذا تخاف؟ هو أخونا العزيز وأخونا الصغير، ونحن أبناء أب، والإخوة دائما يلعبون جميعا، فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وكان يعقوب شيخا كبيرا، وكان يعقوب عاقلا حليما، وكان يعقوب لا يحب أن يبعد منه يوسف، وكان يخاف على يوسف كثيرا. فقال لأبنائه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: أبدا، كيف يأكله الذئب ونحن حاضرون؟ وكيف يأكله ونحن شبان أقوياء؟ وأذن يعقوب ليوسف. إلى الغابة. وفرح الإخوة كثيرا لما أذن يعقوب ليوسف، وذهبوا إلى غابة وألقوا يوسف في بئر في الغابة، ولم يرحموا يوسف الصغير، ولم يرحموا يعقوب الشيخ الكبير. وكان يوسف ولدا صغيرا، وكان قلبه صغيرا، وكانت البئر عميقة، وكانت البئر مظلمة، وكان يوسف وحيدا. ولكن الله بشر يوسف وقال له: لا تحزن ولا تخف، إن الله معك، وسيكون لك شأن، سيحضر إليك الإخوة وتخبرهم بما فعلوه. ولما فرغوا من شأنهم وألقوا يوسف في البئر، اجتمعوا وقالوا: ماذا نقول لأبينا؟ قال بعضهم: كان أبونا يقول: أخاف أن يأكله الذئب، فنقول له: صدقت يا أبانا، قد أكله الذئب. وافق الإخوة على ذلك وقالوا: نعم، نقول له: يا أبانا، قد أكله الذئب. قال بعض الإخوة: ولكن ما آية ذلك؟ قالوا: آية ذلك الدم. وأخذ الإخوة كبشا وذبحوه، وأخذوا قميص يوسف وصبغوه. وفرح الإخوة جدا وقالوا: الآن يصدق أبونا. أمام يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقالوا: هذا دم يوسف. وكان أبوهم يعقوب نبيا، وكان شيخا كبيرا، وكان أعقل من أولاده. وكان يعقوب يعرف أن الذئب إذا أكل إنسانا جرحه وشق قميصه، وكان قميص يوسف سالما، وكان مصبوغا في الدم، فعرف يعقوب أنه دم كذب، وأن قصة الذئب قصة موضوعة. فقال لأولاده: بل هذه قصة وضعتموها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فصبر جميل وحزن يعقوب على يوسف حزنا شديدا ولكنه صبر صبرا جميلا. يوسف في البئر. ورجع الإخوة إلى البيت وتركوا يوسف في البئر، وأكل الإخوة الطعام وناموا على الفراش، ويوسف في البئر ولا فراش ولا طعام. ونسي الإخوان يوسف وناموا، وما نام يوسف وما نسي أحدا. وبقي يعقوب يذكر يوسف، وبقي يوسف يذكر يعقوبا. وكان يوسف في البئر، وكانت البئر عميقة، وكانت البئر في الغابة، وكانت الغابة موحشة، وكان ذلك في الليل، وكان الليل مظلما. من البئر إلى القصر. وكانت جماعة تسافر في هذه الغابة، وعطشوا في الطريق وبحثوا عن بئر، ورأوا بئرا فأرسلوا إليها رجلا ليأتي لهم بالماء. جاء الرجل إلى البئر وأدلى دلوه، ونزع الدلو فإذا الدلو ثقيلة، وأخرجها فإذا في الدلو غلام. دهش الرجل ونادى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بشرى هذا غلام. وفرح الناس جدا وأخفوه، ووصلوا إلى مصر وقاموا في السوق ونادوا، من يشتري هذا الغلام؟ من يشتري هذا الغلام؟ اشترى العزيز يوسف بدراهيم معدودة، وباعه التجار وما عرفوا يوسف. وذهب به العزيز إلى قصره وقال لامرأته، أكرمي يوسف إنه ولد رشيد. الوفاء والأمانة. وراودت امرأة العزيز يوسف على الخيانة، ولكن يوسف أبى وقال، كلا، أنا لا أخون سيدي، إنه أحسن إلي وأكرمني، إني أخاف الله. وغضبت امرأة العزيز وشكت إلى زوجها، وعرف العزيز أن المرأة كاذبة، وعرف أن يوسف أمين، فقال لزوجه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك كنت من الخاطئين. وعرف يوسف في مصر بجماله، وإذا رآه أحد قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. واشتد غضب المرأة وقالت ليوسف، إذا تذهب إلى السجن. قال يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، السجن أحب إلي. وبعد أيام رأى العزيز أن يرسل يوسف إلى السجن، وكان العزيز يعرف أن يوسف بريء، ودخل يوسف السجن. موعظة السجن. ودخل يوسف السجن، وعرف أهل السجن جميعا أن يوسف شاب كريم، وأن يوسف عنده علم عظيم، وأن يوسف في صدره قلب رحيم. وأحب أهل السجن يوسف وأكرموه، وفرح الناس بيوسف وعظموه. ودخل معه السجن رجلان وقصا عليه رؤياهما،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وسأل يوسف عن التأويل. وكان يوسف عالما بتأويل الرؤيا، وكان يوسف نبيا من الأنبياء، وكان الناس في زمانه يعبدون غير الله، ووضعوا أربابا كثيرة من عند أنفسهم، وقالوا هذا رب البر، وهذا رب البحر، وهذا رب الرزق، وهذا رب المطر. وكان يوسف يرى كل ذلك ويضحك، وكان يوسف يعلم كل ذلك ويبكي، وكان يوسف يريد أن يدعوهم إلى الله، وقد أراد الله أن يكون ذلك في السجن. ألا يستحق أهل السجن الموعظة؟ ألا يستحق أهل السجن الرحمة؟ أليس أهل السجن عباد الله؟ أليس أهل السجن بني آدم؟ كان يوسف في السجن ولكنه كان حرا جريئا، كان يوسف فقيرا ولكنه كان جوادا سخيا. إن الأنبياء يجهرون بالحق في كل مكان، إن الأنبياء يجودون بالخير في كل زمان. حكمة يوسف. قال يوسف في نفسه: إن الحاجة ساقت الرجلين إلي، وإن صاحب الحاجة يلين ويخضع، وإن صاحب الحاجة يطيع ويسمع، فلو قلت لهما شيئا لسمعا، وسمع أهل السجن. ولكن يوسف لم يستعجل، بل قال لهما: أنا أخبركما بتأويل الرؤيا قبل أن يأتيكما طعامكما. فجلسا واطمأنا، ثم قال لهما يوسف: أنا عالم بتأويل الرؤيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكما مما علمني ربي. ففرح واطمأنا. وهنا وجد يوسف الفرصة فبدأ موعظته. موعظة التوحيد. قال يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلكما مما علمني ربي، ولكن الله لا يؤتي علمه كل أحد، إن الله لا يؤتي علمه المشرك. هل تعرفان لماذا علمني ربي؟ لأني تركت طريق أهل الشرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. قال يوسف: وهذا التوحيد ليس لنا فقط، بل هو للناس جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهنا وقف يوسف وسألهما: تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر، ونحن نقول الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟
أين رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ انظروا إلى الأرض وإلى السماء وانظروا إلى الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ وكيف رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الحكم لله، الملك لله، الأرض لله، الأمر لله، لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأويل الرؤيا. ولما فرغ يوسف من موعظته أخبرهما بتأويل الرؤيا فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وقال للأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذكرني عند ربك. وخرج الرجلان، فكان الأول ساقيا للملك وصلب الآخر. ونسي الساقي أن يذكر يوسف عند الملك، وقام يوسف في السجن سنين. رؤيا الملك. ورأى ملك مصر رؤيا عجيبة. رأى في المنام 7 بقرات سمان، ويأكل هذه البقرات 7 بقرات عجاف. ورأى الملك 7 سنبلات خضر، و7 سنبلات يابسات. تعجب الملك من هذه الرؤيا العجيبة، وسأل جلساءه عن تأويل الرؤيا. قالوا: هذا ليس بشيء، النائم يرى أشياء كثيرة لا حقيقة لها. ولكن قال الساقي: لا، بل أخبركم بتأويل هذه الرؤيا. وذهب الساقي إلى السجن وسأل يوسف عن تأويل رؤيا الملك. كان يوسف جوادا كريما مشفقا على خلق الله، فأخبره بالتأويل. وكان يوسف جوادا كريما لا يعرف البخل، فأخبر يوسف بالتأويل ودل على التدبير. قال: تزرعون 7 سنين واتركوا ما حصدتم في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ويكون بعد ذلك قحط عام تأكلون فيه ما خزنتم إلا قليلا، ويطول هذا القحط إلى 7 سنين، وبعد ذلك يأتي النصر ويخصب الناس. وذهب الساقي وأخبر الملك بتأويل رؤياه. الملك يرسل إلى يوسف. ولما سمع الملك هذا التأويل والتدبير فرح جدا وقال: من صاحب هذا التأويل؟ وقال الملك: من هذا الرجل الكريم الذي نصح لنا ودل على التدبير؟ قال الساقي: هذا يوسف الصديق، وهو الذي أخبر أني سأكون ساقيا لسيد الملك. واشتاق الملك إلى لقاء يوسف، وأرسل إلى يوسف. وقال الملك:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ائتوني به أستخلصه لنفسي. يوسف يسأل التفتيش. ولما جاء الرسول إلى يوسف وقال له إن الملك يدعوك، ما رضي يوسف أن يخرج من السجن هكذا، ويقول الناس هذا يوسف، هذا كان أمس في السجن، إنه خان العزيز. إن يوسف كان كبير النفس أبيا، إن يوسف كان كبير العقل ذكيا. لو كان أحد مكان يوسف في السجن وجاءه رسول الملك وقال له رسول الملك إن الملك يدعوك وينتظرك، لأسرع هذا الرجل إلى باب السجن وخرج. ولكن يوسف لم يسرع، ولكن يوسف لم يستعجل، بل قال لرسول الملك: أنا أريد التفتيش، أنا أريد البحث عن قضيتي. وسأل الملك عن يوسف، وعلم الملك وعلم الناس أن يوسف بريء، وخرج يوسف بريئا وأكرمه الملك. على خزائن الأرض. وكان يوسف يعلم أن الأمانة قليلة في الناس، وكان يوسف يعلم أن الخيانة كثيرة في الناس، وكان يوسف يرى أن الناس يخونون في أموال الله، وكان يرى أن في الأرض خزائن كثيرة ولكنها ضائعة، إنها ضائعة لأن الأمراء لا يخافون الله فيها، فتأكل كلابهم ولا يجد الناس ما يأكلون، وتلبس بيوتهم ولا يجد الناس ما يلبسون، ولا ينفع الناس بخزائن الأرض إلا من كان حفيظا عليما. ومن كان حفيظا وما كان عليما لا يعلم أين خزائن الأرض وكيف ينتفع بها، ومن كان عليما وما كان حفيظا يأكل منها ويخون فيها، وكان يوسف حفيظا عليما. وكان يوسف لا يريد أن يترك الأمراء يأكلون أموال الناس، وكان يوسف لا يقدر أن يرى الناس يجوعون ويموتون، وكان يوسف لا يستحي من الحق. فقال للملك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا كان، وهكذا كان يوسف أمينا لخزائن مصر، واستراح الناس جدا وحمدوا الله. جاء إخوة يوسف. وكان في مصر والشام مجاعة كما أخبر يوسف، وسمع أهل الشام وسمع يعقوب أن في مصر رجلا رحيما، وأن في مصر جوادا كريما، وهو على خزائن الأرض. وكان الناس يذهبون إليه ويأخذون الطعام، وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر بالمال ليأتوا بالطعام، وبقي بنيامين عند والده لأن يعقوب كان يحبه جدا، وما كان يريد أن يبعد عنه، وكان يعقوب يخاف عليه كما كان يخاف على يوسف. وتوجه إخوة يوسف إلى يوسف وهم لا يعرفون أنه أخوهم يوسف، وهم لا يعرفون أنه يوسف الذي كان في البئر، وهم يظنون أنه قد مات، وكيف لا يموت وقد كان في البئر، كان في البئر وكانت البئر عميقة، وكانت البئر في الغابة وكانت الغابة موحشة،
وكان ذلك في الليل وكان الليل مظلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كانوا منكرين ليوسف لا يعرفونه، ولكن ما أنكرهم يوسف بل عرفهم. عرف يوسف أن هؤلاء هم الذين ألقوه في البئر، وأن هؤلاء هم الذين كانوا يريدون قتله، ولكن الله حفظه. ولكن يوسف لم يقل لهم شيئا ولم يفضحهم، بين يوسف وإخوته. وكلمهم يوسف وقال لهم: من أين أنتم؟ قالوا: من كنعان. قال: من أبوكم؟ قالوا: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلوات والسلام. قال: هل لكم أخ آخر؟ قالوا: نعم، لنا أخ اسمه بنيامين. قال: لماذا ما جاء معكم؟ قالوا: لأن والدنا لا يتركه ولا يحب أن يبعد عنه. قال: لأي شيء لا يتركه؟ هل هو ولد صغير جدا؟ قالوا: لا، ولكن كان له أخ اسمه يوسف، ذهب معنا مرة وذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وضحك يوسف في نفسه ولكن لم يقل شيئا. واشتاق يوسف إلى أخيه بنيامين، وأراد الله أن يمتحن يعقوب مرة ثانية، فأمر لهم يوسف بالطعام وقال لهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم ولا تجدون طعاما إذا لم تأتوا به. وأمر يوسف بمالهم فوضع في متاعهم، بين يعقوب وأبنائه. ورجعوا إلى أبيهم وأخبروه بالخبر، وقالوا له: أرسل معنا أخانا، وإلا لا نجد خيرا عند العزيز. وطلبوا من يعقوب بنيامين وقالوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإنا له لحافظون. قال يعقوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هلا نسيتم قصة يوسف؟ أتحفظون بنيامين كما حفظتم يوسف؟ الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ووجدوا ما لهم في متاعهم فقالوا لأبيهم: إن العزيز رجل كريم، قد رد مالنا ولم يأخذ منا ثمنا، أرسل معنا بنيامين نأخذ حقه أيضا. قال لهم يعقوب: لن أرسله معكم حتى تعاهدوا الله أنكم ترجعون به، إلا أن تغلبوا على أمركم. وعاهدوا الله. وقال يعقوب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله على ما نقول وكيل. وقال يعقوب لبنيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، بنيامين عند يوسف. ودخل الإخوة من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم، ووصلوا إلى يوسف. ولما رأى يوسف بنيامين
فرح جدا وأنزله في بيته. وقال يوسف لبنيامين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني أنا أخوك. واطمأن بنيامين ولقي يوسف بنيامين بعد زمن طويل، فذكر أمه وأباه وذكر بيته وذكر صغره. وأراد يوسف أن يبقى عنده بنيامين، يراه كل يوم ويكلمه ويسأله عن بيته، ولكن كيف السبيل إلى ذلك والإخوة عاهدوا الله على أن يرجعوا به معهم؟ وكيف يمكن ليوسف أن يحبس بنيامين عنده بغير سبب؟ ويقول الناس قد حبس العزيز عنده كنعانيا بغير سبب، إن هذا لظلم عظيم. ولكن يوسف كان ذكيا عاقلا، كان عند يوسف إناء ثمين وكان يشرب فيه، ووضع هذا الإناء في متاع بنيامين، وأذن مؤذن إنكم لسارقون. فالتفت الإخوة وقالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. وخرج الإناء من متاع بنيامين، فخجل الإخوة، ولكن قالوا من غير خجل، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وسمع يوسف هذا البهتان فسكت ولم يغضب، وكان يوسف كريما حليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. وهكذا بقي بنيامين عند يوسف، وفرح الأخوان جميعا. إن يوسف كان وحيدا منذ زمن طويل، لا يرى أحدا من أهله، وقد ساق الله إليه بنيامين، أفلا يحبسه عنده يراه ويكلمه؟ وهل من الظلم أن يقيم أخ عند أخيه؟ أبدا أبدا. إلى يعقوب. وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم؟ وفكر الإخوة ماذا يقولون لأبيهم؟ إنهم فجعوه أمس في يوسف، أفيفجعونه اليوم في بنيامين؟ أما كبيرهم فأبى أن يرجع إلى يعقوب، وقال لإخوته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ولما سمع يعقوب القصة علم أن لله يدا في ذلك، وأن الله ممتحنه. أمس فجع في يوسف، واليوم يفجع في بنيامين. إن الله لا يجمع عليه مصيبتين،
إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْجَعُهُ فِي ابْنَيْنِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْجَعُهُ فِي ابْنَيْنِ كَيُوسُفَ وَبِنْيَمِينَ إِنَّ لِلَّهِ فِي ذَلِكَ يَدًا خَفِيَّةً إِنَّ لِلَّهِ فِي ذَلِكَ حِكْمَةً مَخْفِيَّةً إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ يَمْتَحِنُ عِبَادَهُ ثُمَّ يَسُرُّهُمْ وَيُنْعِمُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِنَّ الْإِبْنَ الْكَبِيرَ بَقِيَ فِي مِصْرَ أَيْضًا وَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى كَنْعَانَ أَفَيُفْجَعُ فِي الثَّالِثِ أَيْضًا وَقَدْ فُجِعَ مِنْ قَبْلُ فِي اثْنَيْنِ إِنَّ هَذَا لَا يَكُونَ. وهنا اطمأن يعقوب وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يظهر السر. ولكن يعقوب كان بشرا في صدره قلب بشر لا قطعة حجر، فذكر يوسف وتجدد حزنه وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أسفا على يوسف. ولامه أبناؤه وقالوا إنك لا تزال تذكر يوسف حتى تهلك. قال يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكان يعقوب يعلم أن اليأس كفر، وكان يعقوب له رجاء كبير في الله. وأرسل يعقوب أبناءه إلى مصر ليبحثوا عن يوسف وبنيامين ويجتهدوا في ذلك، ومنعهم يعقوب من أن يقنطوا من رحمة الله. وذهب الإخوة إلى مصر مرة ثالثة، ودخلوا على يوسف وشكوا إليه فقرهم ومصيبتهم وسألوه الفضل. وهنا هاج الحزن والحب في يوسف ولم يملك نفسه. أبناء أبي وأبناء الأنبياء يشكون فقرهم ومصيبتهم إلى ملك من الملوك. إلى متى أخفي الأمر عنهم؟ إلى متى أخفي الأمر عنهم؟ وإلى متى أرى حالهم؟ وإلى متى لا أرى أبي؟ لم يملك يوسف نفسه وقال لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وكان الإخوة يعلمون أن هذا السر لا يعلمه إلا يوسف ونحن، فعلموا أنه يوسف. سبحان الله، هل يوسف حي؟ أما مات في البئر؟ يا سلام، هل يوسف هو عزيز مصر؟ هو الذي على خزائن الأرض؟ هو الذي كان يأمر لنا بالطعام؟ وما بقي عندهم شك أن الذي يكلمهم هو يوسف بن يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وما لامهم يوسف على فعلتهم، بل قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يوسف يرسل إلى يعقوب
واشتاق يوسف إلى لقاء يعقوب، وكيف لا يشتاق إليه وقد طال الفراق؟ ولماذا يصبر الآن وقد ظهر السر؟ وكيف يطيب له الشراب والطعام وأبوه لا يطيب له شراب ولا طعام ولا منام؟ قد انكشف السر وقد ظهر السر، وقد أراد الله أن تقر عين يعقوب. وكان يعقوب قد عمي من كثرة البكاء والحزن، فقال يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يعقوب عند يوسف. ولما سار الرجال بقميص يوسف إلى كنعان، أحس يعقوب رائحة يوسف وقال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لأجد ريح يوسف. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولكن كان يعقوب صادقا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولما وصل يعقوب إلى مصر استقبله يوسف، ولا تسأل عن فرحهما وسرورهما. وكان يوما مشهودا في مصر، وكان يوما مباركا. ورفع يوسف أبويه على العرش، ووقعوا كلهم سجدا ليوسف. قال يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وحمد يوسف الله حمدا طيبا كثيرا، وشكر يوسف على ذلك شكرا عظيما. وبقي يعقوب وآل يعقوب في مصر زمنا طويلا، ومات يعقوب وزوجه في مصر. حسن العاقبة. ولم يشغل يوسف هذا الملك العظيم عن الله، ولم يغيره. وكان يوسف يذكر الله ويعبده ويخافه. وكان يوسف يحكم بحكم الله وينفذ أوامر الله. وكان يوسف لا يرى الملك كثيرا ولا يعده شيئا كبيرا. وكان يوسف لا يحب أن يموت موت ملك ويحشر مع الملوك، بل كان يحب أن يموت موت عبد ويحشر مع الصالحين. وكان دعاء يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتوفاه الله مسلما وألحقه بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم.
الحمد لله رب العالمين.